اهلا بيكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه، بس استكمالا لتفاصيل مباراه امبارح ما بين منتخب مصر والجزائر. طبعا يعني فوز مهم جدا لمنتخب مصر، يعني حدد لنا ميعاد مع منتخب الاردن يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 5 بالليل. عشان كده معانا طبعا على زوم المحلل الرياضي محمد علاء. نهارك ابيض. نهارك ابيض يا نيرفانا. نهارك ابيض يا محمد، نورنا. كنت منورين الدنيا دايما والبرنامج دايما منور. صباح الزملكاويه كلهم، ربنا يخليك. عايزك تكلمنا في البدايه بقى عن مباراه امبارح. شفت المباراه ازاي؟ مباراه كانت صعبه جدا في ظروف صعبه جدا. منتخب مصر بيفقد اتنين لعيبه مهمين جدا في الشوط الاول، لكن بيعود في الشوط الثاني. عايزك تكلمنا عن المباراه وشفتها ازاي. خليني اقول لك بس ان بجانب الامور الفنيه اللي كلنا بنحب نتكلم فيها، خصوصا مع تحدي كبير وتحدي قوي زي مباراه الجزائر، احنا كان عندنا تحدي مهم قوي للجيل ده. الجيل ده كان في انخفاض كبير قوي في الطموحات اللي تخصه طوال الفتره اللي فاتت، وكان دايما في اقتناع عند اغلبيه الجماهير واغلبيه النقاد حتى انه بمجرد ما هيكون في اسم كبير على البورد قدام منتخب مصر في الجيل الحالي هيكون فرصه منتخب مصر ضعيفه. فبالتالي الشكل اللي اظهرناه امبارح من القوه ومن الثبات ومن الطموح ومن الحماس هو اللي يمكن يكون احد اهم المكاسب بعيدا عن نتيجه المباراه، انه ما كانش فيه انهيار نفسي حتى في ظل الظروف الصعبه اللي انت اتكلمت عنها في اصابتين في اول دقائق المباراه، لكن كمان الفريق كان واقف على رجليه وقدر يكمل لنهايه المباراه بشكل كويس، وقدرنا كمان نكسب الغرض الاسمى من المباراه دي ان احنا نكون متصدرين المجموعه. كل دي حاجات ايجابيه جدا في مباراه امبارح، بجانب بقى الامور الفنيه اللي ممكن تكون يعني تفاصيلها معقده بعض ما، وممكن يكون الجمهور اغلبه يعني اتكلم فيها، لكن انا كنت حاسس انه مطب مهم جدا ومحطه مهمه للجيل الحالي ان هو يتحرك ويعلي طموحاته وطموحات الجمهور فيه من بعد مباراه الجزائر. طيب فنيا بقى انا عايزاك تقيم مستوى منتخب مصر بالذات في الشوط الثاني، كمان عايزاك تقولي فنيا ازاي مستر كارلوس كيروش عرف يكمل المباراه بعد اصابه ايمن اشرف وحجازي. طيب هو الشيء الواضح جدا اللي كارلوس كيروش بيحاول ياكده لنا في كل مباراه ان هو ما عندوش جمود فكري، هو راجل مرن جدا وعنده قدره على تحويل ادائه التكتيكي بشكل متنوع في اكتر من مره خلال المباراه الواحده وخلال المباريات المتلاحقه. فشفنا بعد خروج ايمن اشرف ان المنتخب قدر يتحول ل 4-1-4-1، يعني غيرنا الرسم التكتيكي في الملعب علشان خاطر نعدل الشكل اللي احنا كنا بادئين بيه اللي هو كان 4-3-3. ثم اما بعد في بدايه الشوط الثاني قدرنا نرجع ثاني ل 4-3-3 بدخول مهند لاشين وتحرك سوليه وحمدي فتحي لنص الملعب من قدام شويه. القصد انه كارلوس كيروش يعني عنده تنوع تكتيكي ومرونه تكتيكيه للتعامل مع اكتر من ظرف، وهو بيحاول يجرب في كل مباراه حتى في المباريات الرسميه اللي كانت في مواجهه ليبيا او الجابون او انجولا، كل ده كان بيحاول يجرب فيها شكل معين وطريقه معينه علشان خاطر في النهايه يصل الى الشكل اللي منتخب مصر هيكمل بيه سنين لقدام. لكن الشكل الواضح والاميز ان هو شخص بيميل اكتر ل 4-3-3، بيحاول قد ما يقدر انه يحسن منتخب مصر في الضغط بدون كوره او في عمليه استرجاع الكوره بشكل اسرع شويه، وده اعتقد انه كان اهم ميزه امبارح في مباراه مصر والجزائر، ان احنا كنا بنسترجع الكوره بشكل افضل كتير، واظن ان هي واحده من افضل مباريات منتخب مصر اللي كنا بنلعب فيها واحنا مش معانا الاستحواذ او احنا مش معانا الكوره، وده اللي كان ظاهر بشكل كبير قوي بدايه من الشوط الثاني لما حسنا ادوات الضغط بتاعتنا بنزول مهند لاشين في نص الملعب. محمد عايزك تكلمنا كمان عن منتخب الاردن والمواجهه المرتقبه خلاص يوم السبت اللي جاي. شايف ازاي المواجهه دي وهو منتخب الاردن نتائجه متباينه بصراحه؟ خسر 5 قدام المغرب وخسر 4 قدام المغرب وكسب فلسطين 5. شايف ازاي المنتخب ده نتعامل معاه؟ هو انا حابب اخد من تصريح اللاعبين امبارح، اللاعبين بعد المباراه قالوا انه ما فيش مباراه سهله، فاكيد انت لما بتكون هتواجه خصم زي الاردن اكيد ممكن تكون يعني الطموحات اكبر شويه لما بتكون واجه خصم زي المغرب، لانه خليني اقول لك يا احمد انه المغرب في البطوله دي قد تكون هي اقوى منتخبات البطوله، اقوى حتى من الجزائر، لانه التركيبه المغربيه بالكامل كانت ظاهره قد ايه هي متناسقه وما كانش في اختلاف مع بعض. بالظبط، حسين عموته كمان عامل منظومه ممتازه جدا وعنده خيارات كتيره قوي وتنوع كبير جدا، فدايما احنا كنا بنحاول نتجنب مواجهه المغرب
لانه كانت تبقى صعبه قوي انك تواجه الجزائر ثم تواجه المغرب على طول في الدور التالي. لكن تظل مواجهه الاردن مواجهه مش سهله. المنتخب الاردني عنده منظومه، ودايما خليني اقول لك انه احنا كمنتخب مصر بيكون عندنا بعض الصعوبات لما بنواجه الفرق العربيه الاسيويه، يعني دايما الكره الاسيويه مش قريبه قوي مننا، احتكاكاتنا معاها مش كتير قوي، فبالتالي دايما بنكون عندنا شيء من البعد الفني شويه، بنحتاج فتره علشان ندخل في جو المباراه. لكن يمكن اللي هيريحنا شويه هو ان كارلوس كيروش كان عنده تجربة في إيران، وإيران بتشارك في الكرة الآسيوية، فهيكون مش بعيد إطلاقا عن الأجواء الآسيوية في الكرة. فبالتالي إحنا فرصنا أظن أنها هتكون كبيرة شوية قدام الأردن، طبعا أكيد أكبر بكتير أمام المغرب يعني. طيب خليني أسألك بقى، هل شايف إن إحنا ممكن ناخد البطولة، ولا بنلعب إن إحنا ندي أداء كويس ونحافظ بس على شخصية منتخب مصر؟ انا اظن انه بدايه البطوله دي او بدايه الاعداد ليها كان الكلام مع كارلوس كيروش على انه هو هيخش على التجربه، هو محتاج يخرج من البطوله دي باكتر من عنصر واكتر من لاعب قادر ان هو يكون موجود في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. فبالتالي اظن انه الهدف الاساسي من البطوله دي ان احنا نكون عندنا قوام تاني او بعض البدلاء اللي نقدر نعتمد عليهم في الفترات اللي جايه. لكن اذا ده تم بجانب الفوز او بجانب الوصول لمناطق متقدمه من البطوله للمراحل النهائيه يعني، اظن ده هيكون شيء ايجابي جدا. لكن في حاله لا قدر الله عدم فوز مصر بالبطوله، اظن هو مش شيء سلبي على الاطلاق. احنا حتى الان شايف انه في ايجابيات كتيره جدا ظهرت، اهمها طبعا ظهور نجم زي نجم حسام فيصل، الاعتماد على لعيبه جديده زي احمد ياسين في خط الدفاع، ظهور عمر كمال عبد الواحد، كل الاسامي الجديده اللي كارلوس كيروش طعمها في المنتخب دي، اظن ان دي اهم ميزه واهم مكسب من البطوله دي. صحيح. محمد انا بحب رايك جدا في الكرة العالمية، فعايزك تقولي كده رأيك في البداية، شايف ازاي المواجهة النهاردة ما بين بايرن وبرشلونة، وازاي شفت فوز ميسي بالبالون دور؟ خلينا ناخد بقى النص الثاني من الكلام، فوز ميسي بالبالون دور، واقول لك انه دايما الكلام عن البالون دور ده بيبقى كلام جدلي قوي، واظن ان هو ده الشيء اللي بتسعى له الهيئه المانحه للجائزه دي، ان هو دايما بيبقوا عايزين يكون صاحب اللقب في جدال عليه علشان خاطر يفضل فيه كلام عن اللقب للسنه اللي بعدها. لكن اجمالا انا شخص بحب ليونيل ميسي، فاي بطوله ياخدها ليونيل ميسي او اي جائزه ياخدها ليونيل ميسي انا هكون سعيد. كلنا بنحبه والله يا محمد. يا رب ياخد 10، انا مش زعلان ولا حد زعلان الحقيقه. بالظبط كده. لكن طبعا بنتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق في اللي جاي، بس انا بتكلم بالتحديد لعشاق ميسي يعني في حته تانية خالص. لا لا، خلينا نقول انه الجائزه بتاعت السنه دي كان اعتقد انه صلاح مش اقرب ليها بشكل كبير، لان هي عن فتره غير الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. لكن البالندور اللي جايه اظن صلاح هيكون اقرب كتير يعني، لو لا قدر الله ما قدرش يفوز بالجائزه بس على الاقل هيبقى في مركز احسن يعني. بالظبط، هيكون مركزه افضل كتير من السابع في ترتيب البالون دور. اما فيما يخص مواجهه برشلونه وبايرن ميونخ، الانتقام بقى اللي هيحصل النهارده، هي مباراه مش انتقاميه اطلاقا، ما اظنش ان هي هتكون على هذا السياق. لا برشلونه فنيا يسمح لها الوضع انها تكون بتحاول تنتقم من بايرن ميونخ في السنين اللي فاتت، لانه لا زال الوضع اللي احنا شفناه في اخر كام سنه زي ما انت كنت بتتكلمي في الاول يا نيرفانا، انه سلاسل الفوز المتتاليه للبايرن، لا زالت البايرن بنفس القوه الفنيه، لا زالت بنفس الطغو الفني او الطغو التكتيكي على برشلونه. بجانب انه ناجلزمان كمان كان بيتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهو انه الضغط العالي اللي برشلونه بيحاول ينفذه مع تشافي هيسبب له ثغرات كثيره جدا، خصوصا في فرقه عندها قدره على التعامل مع التحولات الهجوميه بشكل قوي زي بايرن ميونخ. فاظن انها مباراه صعبه جدا على برشلونه، ومع كامل احترامي للجانب العاطفي والطموحات الكاتالونيه، التفاؤل الهولندي اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه برضو. بالظبط. لكن هيظل كعب البايرن او يعني زراعه اكبر او اعلى في المواجهه دي. لكن في النهايه في تحول ظاهر جدا برشلونه تشافي عن برشلونه كومان، وفي شيء من الفنيات اللي تستحق الثقه في تشافي، سواء قدر ان هو ينجح ويصعد النهارده او فشل، لكن في النهايه اظن انه برشلونه افضل بكتير من فتره كومان يعني. صحيح. طبعا بنشكرك جدا محلل الكروي محمد علاء، شكرا لرايك. ميرسي جدا. اشكرك جدا يا محمد.